وثقة تبدو خطوات السودان نحو الاستقرار السياسي مع إعلان حكومته الأولى بعد نحو شهر من اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السياسية. حكومة من 18 وزيرا بينهم 4 سودانيات أعلنها رئيسها عبد الله حمدوك في الخرطوم وسط ترحيب سياسي وشعبي. تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا، إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لبناء سودان نفخر به جميعا، سودان يحترم التعدد والتنوع والاختلاف، سودان خير ديمقراطي يسعى الجميع. إرجاء تسمية وزيري البنية التحتية والنقل والثروة الحيوانية والسمكية لم يمنع السودانيين من التفاؤل بالحكومة الجديدة التي تتوج مسارا طويلا من الاحتجاجات بدأ نهاية 2018. الحكومة الجديدة تعهدت على لسان رئيسها أن تلتزم بتحقيق العدالة بشكل صارم وأن تنتهج سياسة خارجية تحقق مصلحة السودان أولا وأخيرا، ولا سيما في ظل تحديات عديدة تواجهها جلها من إرث عهد البشير كأدراج السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب وتحدي سد النهضة، بالإضافة إلى تحديات داخلية تعود إلى صعوبة الوضع الاقتصادي وإعادة هيكلة موازنة الدولة التي يستحوذ الجيش على 70% منها، إضافة إلى ضرورة تأمين وترسيخ حياة سياسية ممثلة للسودانيين كافة في ظل التعددية الحزبية والسياسية بعد 30 عاما من حكم الرجل الواحد والحزب الواحد.